يعني بعد الدايجيشن يعني انا اكلت في دايت دايجيشن ابزوربشن اللي هي بقى كوره واصله الى سيستميك سيركيليشن ده المفروض تقول بورتال عشان الجي اي تي بورتال ليفر لا ما هو لما تهضم الستارش الى فري جلوكوز في جلوكوز ده ست كربونات يعني يمشي بورتال ليفر هضم بروتين الى فري امينو اسيد هتلاقي الامينو اسيد ده فيه 6 اتومز 8 10 اتومز يمشي بورتال ليفر لكن دي كوره فيها الافات المولكيولز لازقين في بعض ده مش جلوكوز ست كربونات ولا امينو اسيد 10 اتومز ولا حاجه من دي ده الافات مولكيولز لازقين في بعض فوسفوليبيد كود وقلب بيكره الميه تماما تاج والستيرو ولسه بروتين يعومها يعني دي حجمها كبير فالبورتال ضيقه عليها امال مين السيركيشن الاوسع من البورتال الليمفاتيك درينج اوف ذا جي اي تي ما عشان كده اسمها كايلو ماكايل باللاتيني يعني لينف كايلو مايكو ومين بقى الايه بروتين اللي هيساعدها في الاكزوسايتوزيس انها تخرج من تستاينال ميكوزا للسيركيوليشن 48 لا احنا هنشغله بس ما نخلوش يعمل سوينجينج ونعلي الحراره شويه نشوف المروحه انت قفلت التانيين لا لا بعيد اه لا ارفعه لفوق و متهيألي الحراره نعليها شويه ما صدقنا احنا عندكم تكييفات قويه خلاص مصدقين من زمان يعني عاوز بيضرب فوق حاجه بس ودلوقتي اللي يقلب على فوق طيب فكرني عن الليمف يعني مين البروتين اللي ساعدها في الاكسيتوزز اكتسبته هنا في الرف اندوبلازميك ريتيجرام مايلت البي وحسب مولكيولر ويت بي 48 الليمفاتيك درينج وحسب الاناتومي بتجمع في ثراسيك داكت الى سيستميك سيركيوليشن عايز اوصل لليفر طب ايه اللي يخليك تنشن على الليفر اكيد في ايبو بروتين انا شايله لو ريسبتور في الليفر ولا حاجه هنشوف لسه يعني بس ممكن ندخل الخلايا دي شويه عشان كده رفيعه قوي الحقيقه يعني اندوثيل لايننج هتعكر البلازما فعلا بعد وجبه فيها دهون وزيوت لو خدت عين الدم فصلت البلازما من غير خلايا حمراء وبيضاء اللي هي بلازما ترمي يسموها ميلكي معكره زي اللبن عشان كانوا مايكرون دي طب اسيد بلازما معكره او اغلبها على فكره بيبقى تاج بحكم الاكل بتاعنا اغلبها تاج والكوليسترول استر بيبقى اقل شويه هو السؤال اسيبها تعكر بلازما ولا روق البلازما؟ ما هو في انزيم لازق في جدار الاوعيه الدمويه ميمبرين باوند انزيم هيفك التاج اللي جواها هيبقى زي الشنيور يخرم الكوره يفك التاج ويطلع من قلبها فري فاتي اسيد او فري جليسرول اللي هو اسمه لايبو بروتين انه هيشتغل على بلازما لايبو بروتين اللي هي كارمايكرون يعني لايبيز ما احنا اتفقنا زمان اللي يفك التاج اسمه لايبيز اللي يفك الكوليسترول استر كوليسترول استيريز اللي فوق الفوسفوليبيد فوسفولايبيز فده لايبيز يعني فوق التاج فلما افك معظم التاج اللي جواها اطلع من قلبها فري فاتي اسيد وفري دول يروحوا للنيبرينج تيشو فور يوتيلايزيشن نيبرينج تيشو فمعظم التاج يتفك يبقى حجمها هيبقى فيها تاج لسه بس قليل ومين لي كوليسترول استر وادي الفوسفوليبيد كوت وادي البي 48 اللي يساعدني في الاول في الاكزو وبيعاوني في اللازم ازاي توصل الليفر هل ليك بقى سبيسيفيك ريسبتور معين مستنيك في الليفر اه ريسبتور بس مش بيستقبل بي 48 ايبو بروتين تاني اسمه ايبو اي جبته منين الايبو اي ده انت جبته منين انت اصلا ما خرجتش بيه من الانتست انت خرجت بيه 48 اه ده استلافته ما في ايبو بروتينز بريفرال تحرك من كره لكوره في ايه بروتينز بريفرال بتحرك من كره لكوره استلافت ايبو اي واحد تاني اسمه سي 2 من كور تانيه اسمها اتش دي ال هتبان وظيفتها بعد شويه صغيرين الاتش دي ال دي هتبان ليه بتسلف يعني الايبو اي هيبقى له ريسبتور في الليفر طب سي 2 اللي انت استلفته ده كمان فايدته ايه؟ بينشط اللايبوبروتين لايبيز الممبرين باوند انزيم اتاري اللايبوبروتين لايبيز له ريجوليشن ايه بقى ريجوليشن بتاع اللايبوبروتين لايبيز؟ الجين بتاعه جوه الاندوثيال لايننج هنا بتاع بلاد فيزل وول الجين بتاعه انديوزد باي اني هرمون مش انا واكل انديوزد باي انسولين يبقى اللايبوبروتين لايبيز الجين بتاعه هو ممبرين باوند هو بيكون جوه
الام ار ان بتاعه في النيوكليوس عشان يطلع سيتوبلازم وترجمه ترانسليشن يبقى انزيم ريليس تو ذا ميمبرين الى ميمبرين باوند جزء خارجي في الاكتيف سايت وجزء على الميمبرين فالجين بقى اللي جوه في النيوكليوس انديوسد باي وبعد كده هو بقى الانزيم ريليس تو ذا ميمبرين وفيكسد على الميمبرين مين بيعمل له ريليس اند فيكسيشن ريليست اند فيكسد تو ذا ميمبرين باي هيبرين الهيبرين بيثبته على الميمبرين بتاع الميثيل لاين مش الهيبرين بيساعدكم تنظفوا الدم من البلاد كلوتس ويساعدكم تنظفوا الدم من كور الدهن يساعدكم تنظفوا الدم من كور الايه اخر حاجه في الريجليشن بقى في اكتيف سايت بره بيحصل له ستيميليشن نوع من الستيريك ستيميليشن بايو بروتين اسمه بي سي سي 2 يبقى ستيميليتد باي ايه بروتين اسمه ايه بقى يبقى الجين بتاعه جوه انديوسد باي انسولين الانزيم ريليس تو ذا ميمبرين ويتثبت على الميمبرين باي هيبرين وبعد كده سميت البيبو انا استلفته اسمه سي 2 نعم الاكشن بتاعه الاكشن بقى افك معظم التاج اللي جوه لا الكوره الى فري فاتي اسيد وفري جليسرول سي 2 يبقى الايبو بروتين ساعات بنعرف فوائدهم فعرفنا بي 48 فور اكزوسايتوز تو سيركيليشن سي 2 ستيميليت لايبروتين لايبيز يبقى دي وظيفه للسي 2 الانزيم بسميه اسم تاني على فكره كليرنج فاكتور طب هتوصل ليفر عن طريق ايبو اي ريسبتور يعني حاجه في الهيستولوجي اخر ناس اسمها ريسبتور ميديتد اندو يعني يحصل انفاجينيشن ميمبرين بس الاول اشبك على الريسبتور تبقى اندو سايتوتيك فيزيكال بعد الانفاجينيشن ميمبرين جواها الريسبتور الايبو بروتينز بتاعتي الفوسفوليبيد كوت ليتل تاج ومينلي كوليسترول ايه استر فمفروض الاندوسايتوتيك فيزيكال تلحمها الاورجانيل بتاع الدايجيشن لايسوزوم بس مين يهرب من عمليه الهضم دي الريسبتور ويشتغل تاني بهضم بقى كل حاجه في اللايسوزومال فيزيكال يعني انت هتهضم مثلا ايه الايبو بروتينز اللي هي متشاله دي بروتينات تتهضم باي بروتيزس البروتينز تتهضم باي بروتيزس في اللايسوزوم الى فري امينو يطلعوا في السيتوبلازم يستخدمهم تاني في الليفر سيل الفوسفوليبيد يتفك باي فوسفو لايبيزس اطلع الفوسفيت لوحدها الجليسرول الفاتي اسيد المكونات في السيتوبلازم استخدمهم تاني يبقى كده هضم بقى المكونات على فكره المصادر دي مثلا نقول اسمها ما بقتش كالومايكرون بقت كالومايكرولينز يعني ايه ريمنانت بوائي بوائي كالومايكرون هتكورس بقى تعالى هنا في الخلفيه بوائي الكالومايكرون طبعا هنا يا دكتور ليه بنقول ان ال دي ال اوحش من الكالومايكرون انا جبت ال دي ال انا هقول لك حاجه اسمها ال دي ال انا قلت حاجه اسمها ال دي ال لا الريمنانت يعني انا قلت حاجه اسمها ماشي بس من دلوقتي في مسيره الاستر دي انا قلت حاجه اسمها ال دي ال حاضر ماشي يا بابا قلت حاجه اتفادت الاي ايه لو ريسبتور في الليفر ده حاجه مهمه جدا اي بو اي ريسبتور ده اللي بيستخدم ريسبتور في جه من فين؟ اتش دي ال جه من فين الاي ال من كور اسمها اتش دي ال هنشوفها بعد شويه لا ركزوا بقى شويه من كور اسمها اتش دي ال لسه هنشوف هتشتغل ليه بتقعد تسلف كده لسه هنشوف بعد شويه فيبقى انا الريسبتور هرب تاني اشتغل مره تانيه استقبل كالمايكرو ريمنانت على ليفر سيل ميمبرين تاني لكن بقى المكونات ايه بروتين تهضم باي بروتيز الى فري امينو فوسفوليبيد كوت باي فوسفولايبيز فوسفيت جليسرول فاتي اسيد استخدمهم تاني في سيتوبلازم الليتل تاج يتفك باي هيباتيك لايبيز الليتل تاج باي هيباتيك لايبيز الى فري جليسرول فري فاتي اسيد كويس الحمد لله تعالى هنا تعالى هنا يبقى كالمايكرو ريمنانت دلوقتي بتتهضم في الليفر بعد ما لحمت معاها اللايسو بعد الاندوسايتوزز عن طريق ريسبتور يعني مش نون سبيسيفيك عشوائي سبيسيفيك ريسبتور بيساب الايبو اي ريسبتور ميديتد اندو بس الريسبتور ريسايكل بهضم بقى اللي كنت بقول لسه فيها ليتل تاج كان لسه باي هيباتيك لايبيز يبقى ده باي هيباتيك لايبيز يتفك
فوسفولايبيزس تفك الفوسفوليبيد كوت بروتين باي بروتيزس فاضل ده بقى مين ده بقى انا عنديش انزيمز في اي خليه تقطع رينجز اوف كونسيرول الاربعه انا بس افك الاستر بوند ده انزيم اسمه كونسيرول اس فيطلع في السيتوبلازم فري فاتي اسيد لوستيرغامات وفري كوليسترول تظهر بقى الويتش بتاعت كاربون 3 اللي بتحب الميه وايه الميجور فيت اوف فري كوليسترول في الليفر يتحول الى بايل يتحول الى خليه دلوقتي يتحول لبايل يعني فاتي اسيد استخدامات مصدر طاقه تعمل فوسفوليبيد فري كوليسترول استخدامات يتحول لبايل والاحنا استخدامات الامينو اسيد اللي هتفكهم لهم استخدامات طب لو الليفر جات له دهون ازيد من حاجته يعني لو دهون ازيد من حاجته هل الليفر بقى يحوش الدهون دي انت قلت الدهون لا خطوره لو حوشتها في اي سال فتره طويله هيحصل لها بيروكسيديشن وطلع فري راديكلز لا يبقى لو دهون بزياده عن حاجه الليفر سواء جو من الكارماكو ريمنانت سواء الليفر بيناهم من الجلوكوز يكورهم وبعديها هتبقى السيركيليشن الثانيه من الليفر الى اكسترا هيباتيك تيشو الاولانيه من الجي اي تي الى اللي هي كانت كره كبيره اسمها كايلو لما صغرت مين الابروتين اللي ساعدها في الاكزوسايتوزس من الانتستين دي 48 ومين اللي وصلها للليفر اي مين الانزيم اللي بيقدر لو عيد دمويه يصغرها لايبوبروتين لايبيز ومين الايبو بروتين اللي نشطه سي 2 ففي امراض هتتجمع في جدول بعد كده هايبر لايبوبروتين او هايبو فلو قلت عندك ديفيشنسي بي 48 هيحصل ايه يعني في الانسان الجوزة ما ببنيش بي 48 يعني مش هدخل الدهن جوه جسمك يعني الدهن ينزل في الاستول يعني استياتورية يعني كانوا ماكرون هتقل في الدم يعني هايبو ولايبو وما تفرحش ده انت نوت ابزوربينج فات اند فات سوليبل فيتامينز ده هيحصل ديفيشنسي وفات سوليبل فيتامينز في جسمك سنة واحدة يعني مرة تانية لو ديفيشنسي وبي 48 جينيتك ميوتيشن معناها الدهون هتنزل في الاستول استياتورية فاتي استول ومش كان ممكن هتقل الليفل بتاعها هايبو لايبروتين ومعناها هيقل ابزوربشن فات سول فيتامينز اي دي اي كي ناقص ابزوربشن فيتامين كي بليدنج تندنس ده بيبقى مهم للكلوتينج فاكتور فورميشن ناقص ابزوربشن فيتامين اي نايت بلايندنس ده الانتي نايت بلايندنس بتاع رودوبسن ناقص الابزوربشن فيتامين دي هشاشه العظام اوستيوماليشيا هشاشه العظام اي يعني ما عندش حاجه سبيسيفيك اي ده انتي اوكسيدنت فنقص الفات سوليبل ايه او لو انت عندك ديفيشنسي في لايبوبروتين لايبيز او تايب 1 دايبيتس الانسولين قليل ما هو الجيم تاون ده ديفيشن لايبوبروتين لايبيز او سي 2 اللي بيعمله استيميو مرض وراثي في السي 2 او الانسولين قليل تايب 1 دايبيتس مين يتراكم في الدم كاناكن كبيره لسه بيتش ريمنت يعني مش هتصغر الكور الكبيره اللي فيها مينلي تاج اكتر من كوليسترول ايستر التاج بيوجهها لاماكن معينه دي ما تتبصرش بجدار الاوعيه الدمويه تعمل اثيروسكليروز كور كبيره كارماكن كبيره اللي فيها تاج اكتر كوليسترول ايستر عال تاج بيوجهها لاماكن معينه تترص في الجلد بنكرياس اورجانز يعني مش بطرس البول بس فعلا يحصل لها ليبيد يحصل لها بيروكسيليشن وطلع فري راجع عند ديرماتايتس يعني في الجلد التهابات وبنكريا تايتس دلوقتي بنكرياس فالكور فيها مينلي تاج دي مش جدار الاوعيه الدمويه لكن لو عندك بقى مش ديفيشنسي في لايبوبروتين لايبيز الايبو اي او الريسبتور او الايبو اي نفسه او الريسبتور بتاعه في الليفر كما كرنيمند بقى اللي هي مينلي كوليسترول ايستر وتاج قليل دي بقى ده مينلي كوليسترول ايستر بترص في الجدار الاوعيه الدمويه تعمل اثرو من سن صغير طالما هو مرض وراثي من سن صغير في اما في الايبو اي اما في الريسبتور ايه بتاعه طبعا ديفيشنسي ايبو اي او ريسبتور هيزيد كما كرنيمند اثيروسكليروزس دي هايبر لايبوبروتينيميا دايما بتزيد ديفيشنسي لايبوبروتين لايبيز او سي 2 او تايب 1 دايبيتس ده برده هايبر لايبوبروتينيا بس كما كنا كبيره هي اللي هتزيد ومتاج تروح الجلد وبنكرياس وكده دكتور معلش هو بالنسبه للبوستيشن كده كده ليه ما بيحصلش ريبروتيشن عشان هو جاي متاخر عشان قلت الاكثر صحه ان تجدد الدهن حتى بتاع الاديبوستيشن كمان من ضمن العامل المساعده بيحصل حدوث الكانسر ما البروكسيديشن هتعمل دامج في الدي ان ايه ممكن يحصل كانسر وبيزيتي انا قلت بقى تجدد الاديبوستيشن ازاي ازاي تجدد الاديبوس تيشو ازاي اتضحى العب رياضه افك الدهن لايبوليز او اصوم او اصوم العب رياضه اصوم ده ممكن نشوف الحته بتاعه الاسيرسكليروز مش لما نوصل الاسيرسكليروز نجمع الاسئلة كلها وانا هقعد احفظ وانط الحتت ليه نمشي سيستماتيك الاول لا ولا اوصل المعلومات بطريقه فوضويه عشان ده متلخبطه على قد ما اقدر يعني في دايما طريقتين للوصول للنهايه اسهل الطرق واصعب الطرق
المفروض تختار تختار أسهل طرق. تاني سيركليشن المفروض بقى الليفر سواء جاله دهون بزياده من هضم الكرماك والريمننت او بنى دهون من جلوكوز. جميع انواع الدهون دي بتبين من جلوكوز. فاتي اسيد بتبين من استايل كولين الجلوكوز. الكوليسترول الاخر بتبين من استايل كولين الجلوكوز برضه. يعني بنيت كوليسترول الاستر ابو فاتي اسيد من استايل كولين الجلوكوز. الجليسرول لو اكتف فورم عشان تبني تاج. جليسرول فري فوسفيت تركب عليه 3 فاتي اسيد وترمي الفوسفيت. بيجي من الذهب من الجلوكوز من جلايكوليسيس. يعني كل الدهون يعني التاج برضه جاي من الجلوكوز. كل دهون تيجي من سواء بقى الليفر بنى دهون من جلوكوز او جات له كرماك ريمنانت هضمها بزياده. هل الليفر يخزن الدهون؟ لا ده مرض اسمه فاتي ليفر. يبقى دي سيركيشن الثانيه اوزع دهون الليفر الى ايه بقى؟ دي سيركيشن هتلم عند الليفر اهو واقول دي كوره خارجه مباشره الى السيستميك سيركيشن. طب ثانيه واحده بس يعني لها شكل عام فوسفوليبيد كوت امفيباسيك يواجه المايه اللي بره ماشي وقلب بيكره المايه كمان برضه بيبقى التاج هو الاغلبيه وكلسيرو الاستر اقليه وايبو بروتين برضه يساعدها في الاكزو المره دي مش بي 48 لا المره دي عيله البي بس اكبر بي 100 ده بقى بيكون في الليفر بي 48 ده انا اكتسبته لما كنت في لما كنت كان مايكرون بكون في الانتستانال ميكوزا واخرج الليمفاتيك درينج اوف ذا جي اي تي لكن ده في الليفر سيل اكتسب واخد بيه سيستميك سيركيليشن دي مش كان ماكن اصلا اسمها ايه بقى في فيري لو دينس لايبروتين ليه كثافه قليله قوي عشان كل ما زيد الفات كونتنت حجم الكره يكبر وكثافتها تقل عشان الدهون كثافتها قليله بس هل معنى كده فيها دهن اكتر من كان ماكن ابدا انت لو معاك ميكشر اوف بلازما لايبروتين في انبوبه وعملت طرد مركزي ذو سرعات عاليه الترا سنتريفيكيشن الكريمه اللي على الوش هي الكايلومايكرو الطبقه اللي تحتيها في ال جي على طول فكان ماكن دهنها اكتر واكتر لانها كتير بس مين اكتر كان ماكن كمان. طب الدهن بتاعها جه منين؟ يا اما اكسوجينوس من هضم كان ماكن ريمننت يا اما اندوجينوس وده الاغلبيه يعني مبني من الجلوكوز. انت قلت كل الدهون دي بتتبني من الجلوكوز. كوليسترول بيتبني من استايل كولين الجلوكوز. فاتي اسيد بيتبني من استايل كولين الجلوكوز يعني كوليسترول استر من الجلوكوز. جليسرول 3 فوسفيت الاكتيف فورم جليسرول من الدهن من الجلوكوز يعني التاج من الجلوكوز بل ان اغلبها اندوجينوس. عشان كده يجي لك سؤال ام سي كيو مين الكوره اللي شايله اكسوجينوس فات كايلومايكرون ومين شايله اندوجينوس فات بي ال هتعكر البلازما. اتاريك بقى لما تاكل اكله فيها هاي فات هاي كربوهيدرات بتعكر البلازما من نوعين من الكور كايلومايكرون و بي ال. يبقى في انزيم لازق على جدار الاوعيه الدمويه ميمبرين باوند انزيم اسمه ال بي ال اختصار كلمه او كليرنج فاكتور هيفك معظم التاج اللي جواها الى فري فاتي اسيد وفري بيحصل لهم ابتيك باي نيبرنج تيشو يعني يوتيلايزيشن استخدمهم حجمها يصغر هيبقى لسه فيها ليتل تاج ومينلي كوليسترول الاستر وادي البي 100 اللي بيعومها في الدم واصلا ساعدها في الاكزو. طيب بس قبل ما اقول اسم الكره بعد ما صغرت ايه هقول هل اللايبروتين لايبيز له نفس الريجوليشن؟ ما هو نفس الانزيم. يعني الجين بتاعه انديوزد باي انسولين هو انت واكل يعني واحد بنى دهون من الجلوكوز واحد اندوجينوس بنى دهون اندوجينوس جلوكوز اكيد واكل اكيد ايه واكل وريليست الانزيم تو ذا ميمبرين وفيكسد على الميمبرين ريليست وفيكسد تو ذا ميمبرين باي هيبرين والانزيم بيبقى فيه الاكتيف سايت باصص لبره اكتيفيتد باي ايبو بروتين سي 2 هو انت رخم بتستلف انا زي كانكم ما استلفت انا بستلف دي ان جي بستلف سي 2 وواحد ثاني اسمه اي من كور اسمها اتش دي ال هنعرف ليه الاتش دي ال بتقعد تسلف كده هنعرف بس طب ما انا فاهم سي 2 ده عشان ينشط لايبروتين لايبيز طب اي اكتسبت الاي تعمل بيه ايه؟ ايه ده اللي له ريسبتور في الليفر؟ ما هو الكور اللي صغرت اللي ما قلناش اسمها نصهم هيرجعوا لليفر تاني بس هل هيرجعوا لليفر زي ما كانوا ماكو ريمننت رجعت بيبقوا ايه ريسبتور؟ الحاله العمليه مختلفه شويه. الكور اللي صغرت نصهم 50% هيرجعوا لليفر عن طريق ريسبتور يتعرف على الاثنين دول جنب بعض مره واحده مش ايبو ايه لوحده زي كمان الريمننت لا الاثنين دول جنب بعض مره واحده ف
فريسبتور اسمه بي 100 اي ريسبتور، ريسبتور مزدوج اسمه ايه بقى؟ بي 100 اي ريسبتور. يتعرف على الاثنين جنب بعض، بي 100 اي ريسبتور. نص الكور يرجع. طب ليه نص الكور مش هيرجع؟ ما هو اصله الايبو اي ده بريفرال اي بروتين انا استلفته من مين؟ الجي بي ام. ما هو 50% مش هرجعه الليفر، هيرجعوا الايبو اي مره ثانيه باك تو اتش. هو الايبو اي ده ترطور يعني بيني وبين الاتش دي رايح جاي كده باي كونسنتريشن جريدينت. الاتش دي اللي عندها كتير انا اخد، انا اللي عندي كتير انا ايه ارجع. هو في احتمالين ما لهمش ثالث، يا هتحتفظ بالايبو اي يا مش هتحتفظ بالايبو اي. هتحتفظ بالايبو اي يبقى ترجع لليفر بالريسبتور المزدوج بي 100 اي ريسبتور. مش هتحتفظ بالايبو اي يبقى هتكمل مور تايم ان سيستميك سيركيوليشن، ادام مش هتحتفظ بالايبو اي يا هتقابل سكتك اتش دي ال ترجع لها يا مش هتقابلها يا مش هت... بس انا اسال سؤال، هو نص الكور اللي رجع ليفر، طب مش انت لسه خارج من ليفر وترجع ليفر؟ ملهاش معنى انت لسه خارج من ليفر ترجع ليفر. اولا الفسحه بتاعت الدهون خارج الليفر في حد ذاتها هدف عشان امنع الاكوميليشن اوف فات ان ليفر فور لونج تايم، امنع ليبيد بيروكسيديشن ما يكملوش فري راديكال في الليفر. ثانيا هو بيقول ما انت برضو وزعت معظم التاج، انت راجع مني كوليسترول استر، والكوليسترول استر في الليفر الكوليسترول ده بتعامل معاه في الليفر بحوله الى باي بعرف اعمل معاه، يعني انا وزعت معظم برضو الايه التاج. لسه ما قلناش اسم الكوره بعد ما صغرت اللي فيها ليتل تاج، بس لو انت بقى سلمت الابو اي مره ثانيه يبقى انت مش ناوي ترجع للليفر، يبقى هشتغل عليك فتره اطول الانزيم اللي هو لايبروتين لايبيز فتره اطول فعلا، يعني هيخلص على كل التاج اللي جواك الى فري فاتي اسيد فري يبقى فاضل جواك دهن واحد اللي هو مين اسميها ايه الكوره صغرت اكتر بقى صغرت وصغرت كمان فاضل عندها البي 100 ده اللي ما احتفظش بالابو اي. يبقى طب لما الدهن جواك ايه كثافتك ايه؟ هل اسميها هاي دينستي لايف بروتين؟ لا هاي دينستي مش ابسوليوت، لسه فيها دهن برضه كولسيرول استر بدل نوعين من الدهن نوع واحد، هي الكثافه عليت نسبيا بالنسبه للاول لكن ما زال جواك دهن برضه، فما تقولش عليا هاي دينستي ما زال فيها برضه دهن. سميني ايه بدل كثافه قليله قوي؟ كثافه قليله من غير كلمه قوي لو دينستي. طب الحالة الوسيطة اللي كان فيها لسه ليتل تاج يعني مخلص خالص يبقى بين الاثنين انترميديت دينستي اللي هي نصهم احتفظ بالايبو اي ورجع لليفر عن طريق الريسبتور المزدوج بي 100 اي ريسبتور، ونصهم فقد الايبو اي فكمل الى ال دي ال اللي هيروح الى اتش بي ال دي كورة ماشية في الدم اسمها اتش بي ال ولسه ما قلناهاش بس دي كوره ماشيه في الدم اسمها اتش بي ال. السؤال في المره الثالثه اتسال هو سال ايه جبت من قلت له اتش بي ال، انا كنت لسه قايل قبليه يعني اتش بي ال. فال اتش بي ال بقى لسه هنقولها دي السكريشن الثالثه دي السكريشن ايه الثالثه وهنعرف ليه بتسلف. ما انا عايز اقوله بس انا كنت عايز اقول بس سلامه الكوليسترول الاول، وانا عايز اقول اه لان ده بيقول عليه ده مهم ان في ال جي ال رجع الليفر، مع ان انا قلت ان انت فقدت الابو ايه المفروض ما ترجعش الى اقولها بقى لما هو انا كاشها كده بدري. في ال دي ال وكميه محترمه راجع الليفر برضه. الله ما انت قلت يا عم انت بقى جواك كوليسترول استر بس عشان استنيت استنيت فتره طويله في الدم فالانزيم خلص على التاج اللي جواك والبي 100 له ريسبتور في الاكسترا باك تيشو اسمه بي 100 ريسبتور او اسمه يساوي ال دي ال ريسبتور، لكن ما تقوليش بي 100 ريسبتور في الليفر، البي 100 ساعدني في الاكزو. امال انت راجع الليفر على اساس ايه؟ ال دي ال راجع الليفر على اساس ايه؟ لسه محتفظ بالايبو اي. هو في ال دي ال صغروا وبقوا ال دي ال ولسه معاهم الايبو اي، احتمال وارد ما تقدرش تنفيه. ليه؟ لان انا لما بنطلق من الليفر بنتشر في السيستميك سيركيليشن كلها مع البامبنج باور اوف ذا هارت، فلو في ال دي ال اتنطرت من الليفر وصلت الى السيستميك بقت ماشيه في صباعي في ال دي ال، فهو شغال عليها الانزيم في الانزيم لايننج ممبرين بيصغرها كويس اي دي ال ولسه ماشي في الدم. لو قابلت في سكتي اتش دي ال ارجع له الايبو اي يبقى مش ناوي ارجع للليفر، يبقى اروح للاكسترا باتيك تيشو بي 100 ريسبتور من غير ايبو اي معيش ايبو اي. لكن انا ممكن امشي في دراعك واصغر وابقى اي دي ال ولسه لغايه دلوقتي ما قابلتش في سكتي اتش دي ال مره ثانيه ارجع لها الايبو اي، فلا زلت محتفظ بالايبو اي، وخاصه لما تشوف التركيزات هتلاقي الاتش دي ال تركيزها دايما اقل من الكور الثانيه.
فممكن احتفظ بالايبو اي ما قابلش سكتي ولسه ماشي في دراعك، والانظام قاعد يصغر فيا، ما صغرني لحد ما بقيت ايه ال دي ال ولسه محتفظ بالايبو اي، فده احتمال موجود. وترجع ال دي ال ليفر، بس مش ال دي ال ريسبتور كده عادي اللي هو بي 100 ريسبتور، لا الريسبتور المزدوج، مزدوج مره ثانيه اللي بيتعرف على اتنين جنب بعض اللي هو اسمه بي 100 اي ريسبتور. فهنا يعني دي ال دي ال ودي ال دي ال، ده جوه كوليسيرول استر والتاج خلاص خلص، كوليسيرول استر والتاج خلص، بس الفرق بي 100 ريسبتور اكسترا هيباتيك تيشو، لكن ده بي 100 اي ريسبتور دي ال دي ال دي ال دي ال، كوليسيرول استر بس، كوليسيرول استر بس، التاج خلص. الفرق دي بي 100 بس، يبقى الريسبتور في الاكسترا هيباتيك تيشو اسمه ايه؟ بي 100 ريسبتور، ال دي ريسبتور، لكن ده ريسبتور المزدوج، في لسه محتفظين بالايبو اي بي 100 اي ريسبتور الليفر. طيب ايه بقى مصير اللي هتبلعه في الاكسترا هيباتيك تيشو؟ ان انا ريسبتور ميديتد اندو وتبقى اندو سيتوتيك فيزيكال وتلحم معاها الاورجانيل بتاع مين؟ الاورجانيل بتاع الديجيشن. بس مين يهرب من عمليه الهضم؟ الريسبتور ريسايكل. بس قبل ما اقول اللي هيحصل بعد كده في الريسوزوم، طلبوا بيسالوا طب انت كده كده كنت خارم الاول بالبي 100 ليه ما وصلتش الاكسترا هيباتيك تيشو بسرعه؟ وفعلا ال دي ال عشان توصل الاكسترا هيباتيك تيشو يوم ونص، يوم ونص من ساعه ما خرج من الليفر. طب ليه ما شبكتش على الاكسترا هيباتيك تيشو من الاول بي 100 ريسبتور؟ يعني هي حجمها كبير في الاول، فالدهن مغطي على اجزاء من البي 100، فلسه ما تعرفش على الريسبتور بتاعه. لما تبقى تصغر وتبقى ال دي ال والدهن حجمه يصغر، فيكشف البي 100 بالصوره شبه كامله، فيقدر يركب على الريسبتور بتاعه في الاخر مش في الايه؟ في الاول، والدهن مغطي عليه يعني. نهضم بقى، ما هو كوليسترول استر الفوسفوليبيد باي فوسفولايبيز. طب الكوليسترول استر هل عندك انزيمز تقطع رينجز اوف كوليسترول ولا كوليسترول استريز فتطلع فري فاتي اسيد وفري؟ ايه بقى الفيت او بتظهر الـ OH اللي بتحب الميه؟ يعني ده انفي باسنج رينجز تكره ميه و OH تحب الميه. ايه الفيت اوف كوليسترول؟ لا لازم تقول لوحده. ايه الفيت اوف كوليسترول؟ ممكن نقطع على الورقه دي. طب ليه بقى بنقول على ال دي ال دي ال؟ ال ال دي ال اوحش من ال هرمونز. هو معلق على ليه؟ انا عايز اعرف وحش. انا لسه قلت اثبت الورود وذكر كوليسترول. انا لسه قلت يبقى هنا هوت عايز اعرف طب الكوليسترول وصلت شو؟ طب هتعمل بيه ايه؟ يعني ايه وظايفه يعني؟ يعني انت عايز تقول فيت اوف الفري كوليسترول ده. طب هو بيقول هعمل ثيرويد هرمون، بس ما هو فعلا الفري كوليسترول ده بتاع الوظايف بيعمل ثيرويد هرمون، بس اقولها مثلا نمره 3 ستيرويد. يعني ايه ستيرويد هرمون؟ يعني انت ممكن تكون وصلت سوبرين كورتكس تعمل كورتيزول واخواته جلو كورتيكويد مينرال كورتيكويد، وصلت الاوفري تيست تعمل اسوجين بروجسترون تستيرون، كل دول اسمهم ستيرويد هرمون. سب كيوتينس تعمل فيتامين دي، فيتامين دي من الفيتامينز بيكونوا في جسمي من كوليسترول، بس الانزيم اللي بيحول كوليسترول فيتامين دي بيتنشر بالالترا فايلت، عشان كده سب كيوتينس تيشو. كل دي اسمهم ستيرويد هرمون، سواء فيتامين دي 3 سواء سوبرين كورتيكال هرمون سواء ميلو فيميل 6 هرمون في الاوفري وتستس، او تعمل سيل ممبرين. ما هو من زمان سنه اولى ممبرين فوسفوليبيد زائد فري كوليسترول. او لو وصلت للليفر تعمل ايه؟ باي. مش ممكن تكون وصلت للليفر تعمل ايه؟ باي. او تخزن، يمكن جالك كوليسترول دلوقتي يمكن ما يجيلكش تاني. خزنه ازاي؟ الفري كوليسترول ده يظهر على الممبرين، ده الاو اتش تحب الميه بره، الرين استكر الميه في قلب الممبرين، فالفري كوليسترول لو ظهر على الممبرين ممكن يتخطف، ما دي السكريشن الثالثه يعني هنخطفه في السكريشن الثالثة هنخطفه. يبقى لو عايز تخزنه ما يبقاش على الممبرين، ممكن يتخطف. لو عايز تخزنه ابعده عن الممبرين، دخله جوه الخليه. طب اخليه ايه؟ بل ما يبقى فري كوليسترول انفيباثيك، حوله كوليسترول استر يكره الميه تماما، ده يتخزن جوه الخليه بعيد عن السل، الممبرين ما تخطفش. راكب له فاتي اسيد، ماشي. ايه الاكتف فورم فاتي اسيد؟ اسايل ولا اسايل كو اي زي ما بيقول كده؟ اسايل كو اي. انا عايز اركب اسايل يعني فاتي اسيد، يعني ارمي كو اي اس اتش واركب بس الاسايل، يعني بيبقى في اوله كاربوكسيل طبعا مش كامله يعني، بس خلاص اسايل وخلاص. وادام نقلت الاسايل من هنا يبقى ده اسمه اسايل كو اي الاكتف فورم، وتحول فري كوليسترول كوليسترول استر فور ستورج. يعني ده الانزيم نقل اسايل من هنا لهنا،
يبقى اي تي اختصار كلمه اسايل ترانس فريز. طب مين الدونر اوف ذا اسايل؟ يعني الدونر اوف فاتي اسيد اسايل كوي. مين الدونر اوف ذا اسايل؟ اسايل كوي. مين اللي استقبل الاسايل؟ كوليسترول. يبقى ايه كات؟ اختصار كلمه اسايل كوي اخذت منه اسايل. اسايل كوي اخذت منه اسايل فاتي اسيد. كوليسترول اديت له اسايل ترانس فريز. اخر حاجه كوليسترول له ريجيولاتوري رول، بس ما حدش بيعمل ريجيولاتوري افكت الا لما يزيد جوه الخليه. يعمل ايه؟ يعمل ثلاث حاجات ماشيين مع العقل جوه الخليه. لما يزيد زاد الكوليسترول قاع هنا، زاد الكوليسترول جوه الاوضه دي ولا قاع. طيب لو زاد الكوليسترول هل اخد ال دي ال ثاني من بره ولا كفايه؟ الكوليسترول الزياده بيعمل انهبيشن للجين اللي بيطلع ال دي ال ريسبتور، يعني دي اسمها داون ريجوليشن اوف ال دي ال ريسبتور. يبقى فعلا ماشيه مع العقل. زاد الكوليسترول جوه الخليه، اخد ال دي ال من بره ثاني من الدم ثاني ولا كفايه؟ داون ريجوليشن اوف ال دي ال ريسبتور. وزاد الكوليسترول جوه الخليه. طب ما في اندوجينس سنس اوف كوليسترول بنيه جوه الخليه من الاستايل كوم الجلوكوز، يبقى انهيبت الاندوجينس سنس. الريجوليتوري انزايم بتاع الاندوجينس سنس او يسموه دينوفو سنس جوه الخليه اسمه اعمله انهيبيشن اتش ام جي كو اي ريدك، بناء الدهني في ريدكشن ريدكتيز. يبقى زاد الكوليسترول جوه الخليه، يبقى ما خدش ال دي ال ثاني من الدم. داون ريجوليشن اوف ال دي ريسبتور انهيبت الانزيم الريجيلاتوري بتاع الاندوجينس سنتس اتش ان جي كو اي ريدك تيز. ازود الاستورج انشط اي كات. طب انا بقى سؤالي، طبعا الدنيا متظبطه معاك قوي كده، اتش ان جي كو اي ريدك تيز ده الريجيلاتوري انزيم اللي بيحاول استايل كو اي كوليسترول او بيبني كوليسترول من تجميع ميني استايل كو اي في بعض. طب الدنيا متظبطه على الاخر كده، زاد الكوليسترول جوه الخليه ولا بتاخد من الدم تاني ال دي ال بتقلل ولا تبني جوه من الجلوكوز تاني بتقلل؟ امال ازاي الناس بيعملوا اوفر ديبوزيشن اوف كوليسترول في الخلايا؟ امال ازاي الناس بيحصل لهم اثرو مش كده برضه؟ الدنيا متظبطه كده. هنا بقى تعالوا نشوف ممكن يحصل لي اثرو كروز، برغم الدنيا المفروض انها متظبطه كده ازاي، اهي واضح انها المفروض متظبطه. بس مين المور كومن كوز فور هايبر كوليسترولميا واثرو كروز؟ امراض وراثيه نادره ام عادات غذائيه سيئه؟ اثنين. رجع اثنين. كل الناس ماشيه في الشارع عندها امراض وراثيه، الشعب كله امراض وراثيه وزواج اقارب. لا، عادات غذائيه سيئه يا حبيبي. المور كومن طبعا عشرات المرات ومئات المرات كمان. المور كومن عادات غذائيه سيئه. فانا باكل بقى هاي فات، ما دي مبنيه من فات جاي من كربوهيدرات او فات جاي من عجاز. فانا باكل الوجبات الجاهزه اللي هي هاي فات هاي كربوهيدرات، الساندوتش بتاع ماكدونالد ومؤمن وكنتاكي، هتلاقي حاجات بتلمع من الشحم اللي فيها، العيش كتير، الشوكليت حاجه الساعه الطويل ده المسكر، يعني هاي كربوهيدرات وهاي فات في نفس الوقت، ومش مره واحده كل يوم بقى منشغل على كده الفاست فود يعني. فالليفر اي طلع فيه ال دي ال اي دي ال ال دي ال بكميات، وعايز يدخل ال دي ال جوه الخلايا. فمرور الشهور والسنين، ودي قصه حقيقيه عند ناس كتير اللي بيحصل ده، مرور الشهور والسنين مين قاعد يزيد جوه الخلايا؟ الكوليسترول بقى بيزيد مرور شهور وسنين او وجبات جاهزه. طب ما هو لو ريجيلاتوري رول بيقلل نمبر اوف ال دي ال، يعني ريسبتورز نمبر بتاعها ايه؟ هيقل. ولسه باكل بنفس الطريقه ماكدونالد وومن كنتاكي، لسه باكل بنفس الايه؟ يعني ليفر اي طلع فيه ال دي ال اي دي ال ال دي ال، طب ما ريسبتور النمبر ايه؟ فتبتدي ال دي ال تتراكم في الدم وتلزق في بعضها، الايبوبروتينز بتاعتها بتعمل روابط تساهميه عن طريق امينو اسيد اخذناه زمان اسمه هوموسيستاين. مش مهم احنا بنسين الهوموسيستاين، المهم ال دي ال لقت الريسبتورز بقت قليله، عشان لسه باكل بنفس الطريقه فزادوا، فيبتدوا يلزقوا في بعض. اجريجيتد ال دي ال، مين خلايا طبيعي ماشيه في الدم تتعرف على كلاكيع زي كده اجريجيتد ال دي ال وتبلعها؟ الميكروفيج. وهل الميكروفيج اللي بلعت الاجريجيت ال دي ال عشان عندها سبيسيفيك ريسبتور فور اجريجيت ال دي ال، ولا نون سبيسيفيك ريسبتور بيبلع اي حاجه مكلكعه؟ اسمه ريسبتور البلاع، سكافنجر ريسبتور، وده نون سبيسيفيك. بقت الميكروفيج لودد ويز ال دي ال، لودد ويز ايه؟ يعني لودد ويز كوليسترول. الميكروفيج تعمل مايجريشن ان بتوين اندوثيال لايننج، الميكروفيج تترسب تحت البيز ممبرين بلاد فيزل وول، الميكروفيج تعمل حاجه اسمها فوم سيلز. والكوليسترول بقى اللي هو جواها متراكم ده ما بيتحركش، فيحصل له حاجه اسمها ليبيد بيروكسي ديشن، يجمع الاتش 2 او 2 يقطعه ويطلع فري راديكال ليبيد بروكسيليشن. يبقى الميكروفيج بلد بالسكافنجر ريسبتور بقت لودد ويز كوليسترول، مايجريشن ان بتوين ذا سيل لايننج ديبوزيت اندر ذا بيز ممبرين تعمل حاجه اسمها فوم سيلز، الكوليسترول ديبوزيت يحصل له بيروكسيليشن طلع فري
راديكال تعمل دامج اوف ذا انديثيل لايننج ميمبرين فري راديكال. الميمبرين هيبقى ريجولار والميمبرين بتاع الانديثيل لايننج ريجولار مين يلزق عليه واجريجيت بليتليت ويحصل فيها الجلطه. عملت القشره بتاعه الاثرو سكليروزس بالخطوات اللي قلت ايه عليها دي هيت يعني. وهنا القشره هتتساوي في حاجتين لوز الاستيستي اوف بلاد فيزل وول فافقد المرونه ازود حاجه في الفيسيولوجي اسمها البريفيرال ريزيستنس يعني هايبر تنشن اللي هو الضغط يعلى وضيق اليومن اوف ذا كابيلاري يعني اسكيميا في الاورجان فيكون اسكيميك هارت سيريبرال اسكيميا انت وحظك ما هو ده سيستميك ايه ديزيز بس طبعا مور كومن الاول تشيست ايه بين يعني او اسكيميك ايه هارت ممكن سيريبرال اي اورجان يعني. فده تبقى تحصل الاثرو اسكليروزس من عادات غذائيه سيئه او نادرا امراض وراثيه. فانا بحاول اجيب امراض وراثيه لما جماعه في الاخر جماعه هنا بالمره نقول امراض وراثيه في حاله كانوا مايكرو ان هو قاعد يسالني كل شويه هل ال دي ال اوحش من فعل مايكرو ريمنت الاثنين فيهم كوليسترول والاستر زي بعض. فطب امراض وراثيه يا اما هايبر لايبوبروتين يا اما طب ايه رايك لو عندي ديفيشنسي بي 100 مش بي 100 ريسبتور البي 100 هايبر هايبر لو هاي ديفيشنسي بي 100 هايبر مش هتعرف اوعى تفرح عشان الفي ال دي ال هتقل والاي دي ال هتقل والال دي ال هتقل لان انت سبت الدهن في الليفر يعني لسان صغير الليفر سيل دامج ليبيد بيوكسيديشن طلع فري رانجنز في الليفر من سنه صغير الليفر سيل ايه دامج. طبعا عندك ديفيشنسي في لايبوبروتين لايبيز او سي 2 او تايب 1 دايابيتس فالانسولين قليل. طب انت قلتها الحكايه دي قبل كده الجلد والبنكرياس لو عندك deficiency of lipoprotein lipase genetic mutation او C2 اللي بيعملوا stimulation او type 1 diabetes insulin ايه قليل ايوه ميتش هايبر هيزيد كماكر الكبيره والفي ال دي الكبيره ودول التاجر جواهم بيوجههم اكتر من جدار الاوعيه الدمويه الى اماكن ثانيه بنكرياس وبنكرياس وبنكرياس ودرماتايتس يعني. بس في حاجه بقى اللي هي طيب طبعا عندك deficiency of APOE او الريسبتور بتاعه كان ماكرو ريمننت مش هترجع لليفر او الريسبتور بتاعه ودي جواها ميلي كولسترول استر تراس جدار الاوعيه الدمويه اثرو سكليروسس وراثه. طب هنا لو عندك برضو نفس الطريقه هو ده السكافنجر سيلز هي هي سكافنجر اه لا بس انا هنا هو هي سكافنجر برضو بس انا عايز اقول بقى ديفيشنسي اوف اي بو اي او الريسبتور بتاعه نص الاي دي ال كان المفروض يرجع لليفر بالريسبتور المزدوج يبقى نص الاي دي ال مش هيرجع الليفر يبقى 100% هيكمل الى يعني برضو هايبر كوليسترولميا واثرو وديفيشنسي اي بو اي او الريسبتور بتاعه كانو ماكرو ريمننت الصغيره من كوليسترول استر تتراكم اثروسكلروز وال والاي دي ال نصهم ما يرجعش الليفر ما هو الاي بو اي ديفيشنت الريسبتور مزدوج فكله يكمل اكمل بقى كمان معلش اكمل كله 100% ال دي ال يعني برضو هايبر كوليسترولميا واثرو اثروسكلروز يعني برضو ال دي ال ايه هتزيد وجواها كوليسترول ايه استر. طيب ما انت اهو مع الكل ماكر ريمننت ما عملت هايبر كوليسترول اثروسكلروز وال دي ال برضو بتعمل ايه لما بيقول ال دي ال وحشه ليه لان انت زودت ال دي ال ممكن تزودها من غير امراض وراثيه انت هنا هو زودت ماكر ريمننت بمرض وراثي عشان ديفيشنسي اوف اي بو اي او الاي بو اي ريسبتور وزودت ال دي ال برضو ممكن بمرض وراثي عشان برضو 100% الاي دي ال تحوله الى لكن ممكن ازود ال دي ال باعداد غذائيه سيئه وهو ده المور ايه كومن هو ده المور ايه كومن فال دي ال وحشتها انها بتتزود باعداد غذائيه سيئه غير الامراض الايه وراثيه بس لسه في مرض وراثي مشهور واخطر ديفيشنسي في ال دي ال ريسبتورز اسمه في كونجنيتال فاميليال هايبر كوليسترولميا رانز ان فاميليز لان مين هيتراكم في الدم اللي هي فيها كوليسترول اس تراسه في الدرجه الدمويه اثرو من سن صغير والديفيشنسي في ال دي ال ريسبتور نوعين من المرض اللي هو كونجنيتال فاميليال هايبر كوليسترولميا يا اما ما هو الريسبتور ده بروتين يعني جاي من جين وزي اي جين ما عندكش نسخه واحده نسختين على الاقل واحده من الفازر واحده من المذر يعني نسختين بايظين اللي هو الهوموزايجوس يبقى عندك زيرو ريسبتور فالال دي ال تتراكم من وانت لسه حديث الولاده وده هيجي له سكين كارت ويموت وهو تين ايجر يبقى ده زيرو ريسبتور مش معناه 22 قبل 20 تين ايجر زيرو ريسبتور يعني هوموزايجوس نسختين جين ايه بايظين ال دي ال تتراكم من سن ايه صغير يبقى ده اسكيميك هارت من سن ايه صغير ويموت هو تين ايجر او نسخه جين بايظه النسخه اللي طلع ال دي ريسبتور ونسخه سليمه هو هيتيروزايجوس مش هوموزايجوس هيتيروزايجوس اللي هو مش زوجة قارب ده هيبقى 50% من الريسبتور
هتلاقي العيلة دي عند سن معين 40-50 سنة كلهم بيضربوا زي بعض اسكيميك هارد الميلز بالذات يعني الاستروجين بيبقى بروتكتيف شوية اللي هو 40-50 سنة جايبهم ايه اسكيميك هارد اسكيميك هارد اسكيميك هارد اسكيميك هارد وتلاقي دايما ال دي ال بتاعتهم ايه عالية عشان عندهم 50% ايه ريسبتور ومش اسكيميك هارد وخلاص لا وده سيستميك ديزيز سيريبرال اسكيميا رينال اسكيميا يجيله هيموبليجيا بارابليجيا ما اعرفش ايه وتشيست بين يعني هو حظه وتلاقي ممكن هو لسه 30 سنه كمان ممكن اسكيميك هارت بيخلص بسرعه يعني في حاله بتبقى كده فعلا يعني اللي هي كونجنتا فاميليا هايبر دكتور انت بدي على الانسولين نعم انت مش شخصها الاول يبقى انت عايز تقلل الكوليسترول يبقى لسه ما كملناش ايه ازاي تقلل الكوليسترول ما كملناش لسه طيب يا دكتور هنا الايه لما اوكي ماشي هنا لما الايه انا دمرته في المرض ده ازاي دمرته انا المرض ده مرض وراثي مرض ديفيشنسي جينيتيك ميوتيشن الجين بتاعه او الريسبتور عندي او الريسبتور بتاعه ازاي بقى عندي اندوجينس خلاص تمام سوري الكربوهيدرات يا عم في ال دي اغلبها جايه من الكربوهيدرات بيقول لي في طلبه يقول لك ما دخلتش كانوا مايكرو او ما وصلتش الليفر يبقى ما تخرجش في ال دي ال دي بتتبني من الكربوهيدرات مالهاش دعوه مالهاش دعوه كارمايكرو وصلت وما وصلتش للليفر دي مينلي اندوجينس ايه في الكربوهيدرات دكتور معلش طب ما هو دلوقتي مش هو البيون 100 ده بيبقى اكوايرد في الليفر اكتسبته في الليفر ايوه هناك بقى طب ما هو ازاي هيحصل اجريجيشن والبيون 100 اصلا انا مفهوم هنا ايه لبطه تانية ديفيشنسي بي 100 اصلا دي مش هايبر دي هايبو مش هخرج من الليفر ليفر سيل دامج بالدهون هيقل في ال دي ال اي دي ال ال دي ال لكن ديفيشنسي اوف بي 100 ريسبتور او ال دي ال ريسبتور ده هايبر لايبروتين او اثروب اسكليروزس يبقى لما تقول ديفيشنسي بي 100 نفسه شيء بي 100 ريسبتور شيء عكسه بي 100 ما تخرجش الفي ال دي ال من الليفر يعني دي دي تقل دي تقل دي تقل هايبو لايبروتين وفاتي ليفر من سنه صغير يكسر يبوظ ليفر من سنه صغير لكن ديفيشن بي 100 ريسبتور او ال جي ريسبتور هايبر لايبو اللي اسمها كونجينيتال فاميليا هايبر ايه كوليسترولينيا فالال جي لو زادت بقت وحشه طيب الاستكشن الثالثه بقى الاستكشن الثالثه اندوجينس يعني بنا من الكوز اكسوجينس يعني كان ماكرو بقى ماكرو السكشن الثالثه نظافه انظف الاكسس كوليسترول من التيشو الى الليفر وايش معنى يعني الاكسس كوليسترول من الاكسترا هيباتيك تيشو ايش معنى الليفر هو الاورجان بتاع النظافه يعني اصله تحويل الكوليسترول للبايل في الليفر هو الميجور فيت اوف كوليسترول يكون يدي ستيرويد هرمونز الهرمونات كميات قليله يعمل سيل ممبرين الممبرين برضو حاجات مش كثيره لكن يعمل بايل ده الكميات الايه يعمل فيتامين دي 3 الفيتامينز كميات قليله لكن يعمل بايل ده كميات كبيره فالميجور فيت اوف كوليسترول يوصل الليفر يا اما يغير الكوليسترول نغير شكله بانزيمز يتحول الى بايل يا اما نسيبه زي ما هو كوليسترول اكسكريتد ويز بايل الجي اي تي للسول بايل لها اكسكريتوري فانكشن وتخلص الكوليسترول ثاني اورجان بقى الليفر فانا بشبه البلازما لايبروتين اللي هتنظف الاكسس فري كوليسترول الى الليفر بشبه البلازما لايبروتين بعربيه زباله وان الكوليسترول هو الزباله مين الزباله كوليسترول ومين العربيه البلازما لايبروتين طب عربيه الزباله الحقيقيه عايز زباله بحاوي حقيقي بتبتدي رحلتها الصبح بدري بتخرج فاضيه بس بتخرج من يوم جرس من عزبة الزبالين بس تخرج فاضية وترجع مليانة يعني السيتويشن دي اولها ليفر واخرها ليفر بس اخرج فاضي وارجع مليان لما تخرج فاضي لازم يبقى ليك فوسفوليبيد كوت عشان تواجه المايه اللي بره في السيركيليشن بس دهنك من جوه قليل او مش موجود هتبقى سفيريكال ولا متطبق وش على وش زي السي دي بتاع الكمبيوتر يعني يبقى ديسكويد شيبد مش سفيريكال فوسفوليبيد كوت بس متطبق وش على وش وخارج من الليفر مش متصربع الفي ال دي ال عشان جواها دهون تخرج من الليفر بسرعه عشان نمنع الفاتي ليفر دي خارج على مهلها فوانت خارج تبص على الراف اندوبلازميك ريتيكولم جوه الليفر سيل تقول عندكم ايه بروتينز انواع ايه هاتوا كل الانواع اللي عندكم ركبوها عليا ونسخ متكرره من كل نوع يعني اخد ايبو اي نسخ متكرره منه مش نسخه واحده من خارج على مهلي الدهون جوايا قليله مش خارج بسرعه
اخد ايبو اسمه سي في امينو مع سي 1 وسي 2 نسخ متكرره من سي 1 نسخ متكرره من سي 2 ايبو اي 1 2 ده في انواع 1 و 2 ساعات البروتين نعرف وظايفه وساعات ما نعرفش وظايفه 2 3 مش عارفين يعني لا هو 2 مش عايز اقول وظيفته عشان هتستغربوا اي 1 هنقول وظيفته لما اقول وظيفه اي 1 هقول اي 2 هتستغربوا بس اقول اول وظيفه اي 1 بس نوصل لها نسخ متكرره من كل نوع وادام هاي بروتين كونتنت ولو فات كونتنت ادام هاي بروتين كونتنت ولو فات كونتنت يبقى كثافه عاليه ابسولوت هاي دنس للبروتين الاولانيه اسمها نيسنت اللي هي ديسكويد اللي لسه ما اتملتش كولسترول الاستر لسه ما نضفتش يعني او يسموها اتش دي ال 1 او يسموها ايه المفروض تنطلق في السيستميك سيركيليشن تعدي على الاكسترا هيباتيك تيشو زي ده مثلا اكسترا هيباتيك وتنظف الكوليسترول وترجع مليانه الى الليفر الى الليفر مش كده طيب ما هي عشان تنطلق من مصلحتها تتخلص من الايبو اي عشان كذا مره اشوف له ريسبتور على الليفر مره ايبو اي ريسبتور مره ريسبتور مزدوج بي 100 اي ريسبتور اتخلص منه ما انا ما كنت بقعد اسلف وعندي نسخ متكرره من كل نوع يعني بسلف باي كونسنتريشن جريديان تركيز اعلى تركيز اقل كنت بسلف اي و سي 2 للكايرو مايكرون والفي مش دي الاتش دي ال اللي بتقعد تسلف طيب عربيه الزباله جايه هل الزبال بيجي عندكم في البيت لا احنا بنطلع له الحاجه بره شفت وفاكرها كويس يعني مش الاول تقول يعني هل بتدخلوه جوه الشقه ويعدي على الاوض والصالون ياخد الزباله جوه خلاص الزباله بره الزباله بره ما كان زمان بيطلع العماره ياخد الزباله بطل يطلع العماره ما بطل يطلع العماره اصلا انت حط الزباله تحت في الشارع دلوقتي في الصندوق ما احنا عندنا بطل يجي الشارع اصلا يعني احنا عايشين بس انا حي راقي في المعادي كل زباله الحمد لله امين طب ليه بقى دي هتاخد اولا الكوليسترول بيبقى على الممبرين ان هو فري ما في باسل طب لو هو كوليسترول استر جوه الخليه ما هو يتفك بالكوليسترول اس الى فري فاتي اسيد وفري كوليسترول طب لو بتاخد باي كونسنتريشن جريديانت وخلاص ما بقى شويه يحصل اتزان يبقى هنا قد هنا ما اخدش تاني احنا ده بنحوله لاستر ايوه غير شكله لو عرفت تغير شكله تقدر تسحب مور فري كوليسترول تاني باي كونسنتريشن تغير شكله ازاي ما تسيبوش فري كوليسترول راكب له فاتي اسيد يبقى كوليسترول ايه فتقدر تسحب مور فري كوليسترول باي كونسنتريشن طب راكب له فاتي اسيد منين يعني جوه التيشو براكب فاتي اسيد فروم اسايل كوي اللي هو النظام اسمه اي كات هو عامل استر بوم لا هنا ما فيش اسايل كوي يعني هو بيقول طب الاوتر كوت فوسفوليبيد ما هو الكيمياء بتاعته بيبقى فيها فاتي اسيد الليسيف اللي بيقول عليه ده في سنه اولى فوسفاتيدايل كولين الجليسرول ثلاث كربونات فاتي اسيد نمره واحد فاتي اسيد نمره اثنين بيبقى بوفا يعني بولي ان ساتريت فوسفيت وكولين ده في سنه اولى كان اسمه فوسفاتيدايل كولين او ليسيسين ما ناخد منه فاتي اسيد وركبه على الكوليسترول بس الليسيسين هيبقى ميسنج فاتي اسيد حد فاكر سنه اولى الفوسفوليبيد زي الليسيسين ميسنج وان فاتي اسيد لايزوليسيسين ده بيطلع بره الكوره مش هيعمل مشاكل هيروح للدفاع اللايننج هرجع له الفاتي اسيد جوه الخلايا هنا يرجع الفوسفوليبيد يعمل سيل ميمبرين المشكله عندي انا هنا ان الكوره قاعده تتنفخ كوليسترول الاستر بتبقى سفيريكال بدل ديسكويد بدل وش على وش سفيريكال والميمبرين بيرفع ليه بيرفع لان بحاول لسه ثقيله لايزوليسين بيخرج بره اللي هو ميسنج فاتي ايه اسيد طب اسم يعني لازم تحل مشكله الاوتر كود ده اللي بيرفع ده بس هي قاعده تتنفخ بالكوليسترول الاستر واسميها بقى وهي سفيريكال بدل وش على وش هتبقى كرويه هتبقى ماتيور اتش دي ال او بدل اتش دي ال 1 تبقى اتش دي ال 2 اسم الانزيم مين اداك الفاتي اسيد مش ليسيثين اوله ال مين استلم الفاتي اسيد مش كوليسترول اوله سي نقلت الفاتي اسيد من هنا لهنا اسايل ترانس اللي كات يبقى اللي كات اختصار كلمه ليسيثين اخدت منه كوليسترول ديت لازم تفايز هيجي سؤال داخل السنه استريفيكيشن اوف كوليسترول يعني تركب له فاتي اسيد بستر بون تقول له في نوع من الانزيم ايه كات في التيشو اللي كات في الاتش دي ال طب ايه اللي بينشط الاي كات زياده الكوليسترول جوه الخليه اللي بينشط الاي كات في التيشو زياده الكوليسترول
طب ايه اللي بينشط ال ال كات جوه ال اتش دي ال؟ ايه بروتين شايلاه؟ ايه بو ايه؟ وان. ايه اللي بينشط ال ال كات؟ ايه بو اسمه ايه بو ايه؟ وان. والغريب ان بعض الكتب بتحبها ايه بو ايه 2 بيعملوا انهبيشن. هو عالم ازاي يعني؟ ايه بقى اراكي فتيات الكوليسترول اسمه استريفيكيشن اوف كوليسترول يا اما اي كات يا اما اللي كات نشط اللي كات اي بو اي 1 اللي بنشط اي كات زياده الكوليسترول. لا هو ده انا امبارح ما تنساش 7 الصبح جوندس هو هتنسى ده. دكتور هنا في ال بي ال دي ال يعني هو خارج من الليفر ايه مخلي الايبوبروتين بتاعه؟ ليه يستنى ياخده من الاتش دي ال؟ عشان خارج بسرعة. يعني ايه خارج بسرعة؟ تكوين الدهون في الليفر، اكون دهون معناها اطردهم بسرعة، معناها الريليز بتاع ده سريع عشان دي جواها دهن. لكن دي خارجة جواها دهن ولا فاضية من جوا؟ فاضية. يبقى تخرج على معناها واحملها بايبو بروتينز كتيرة ومن ونسخ متكررة من كل نوع. انت دهنك جواك فاضي قليل، لكن ده خارج جواها دهن يبقى تطرد ايه؟ بسرعة. سريع سريع. ثانية واحدة بقى، ازاي الماتيور اتش دي ال اولا تعوض لها الممبرين؟ مش هي بتفقد لسنج؟ هحاول لازم لسنج، هحاول في المربع ده تاخد تاج بس ترجع الليفر عن طريق ريسبتور. يعني هم مش متاكدين منه، في ناس يقول لك اتش دي ال ريسبتور وخلاص، في ناس يقول ايبو اي 1 ريسبتور. يعني اتش دي ال ريسبتور اي بي 1 ريسبتور ماشي يعني. معلش هو اللي كان بيعمل ايه؟ ما هو ده مش ده اللي راكب فاتي اسيد على الكوليسترول يبقى كوليسترول استر عشان اقدر اسحب مور فري كوليسترول تاني بقى كونسشن جريديان. مش انا لو سبته فري هيحصل اتزان مش هاخد مره تانية، يبقى انا هغير شكله عشان اسحب مور فري كوليسترول بقى كونسشن. ما هو ايه اللي كات؟ عشان اخدت الفاتي اسيد من الليسيثين في الاوتر كور. ليسيثين ومين استلم الفاتي اسيد؟ كوليسترول. يبقى ليسيثين اداك كوليسترول اللي استقبل ليسيثين كوليسترول اسايل ترانسفريز اللي كات. طبعا لما جوك الريسبتور ريسبتور نيد ان سيتوزس ويحصل الهضم جوه اللايسو زوم وفوق الكوليسترول الاستر الى فري فاتي اسيد وفري والميجور فيتو فري كوليسترول. بس مكونات الاتش دي ال البروتينز بقت لوحدها، الفوسفوليبيد اتفك لوحده، فالمكونات المفكوكه دي البروتينز فوسفوليبيد يسموها اتش دي ال 3 عباره عن اتش دي ال وليه يسموها اتش دي ال 3. المكونات دي ممكن اجمعهم تاني وخرجها فاضيه من اول ودي. فالمكونات الاتش دي ال اللي اتفكت من بعض يعني ايه بروتينز لسه ما تنضمتش لفري امينو اسيد، فوسفوليبيد لسه انتكت، ممكن اجمعهم تاني واخرجها من اول. من تركيبها معتمد قوي على الايبو بروتينز لما لسه ما عندك ايبو بروتينز فاسميها اتش دي ال 3 اللي هي المفكوكه. وليه هتسميها اتش دي ال 3؟ لان ممكن اجمعها واخرجها مره ثانيه اتش دي ال ايه بقى 1 يعني. ازاي بتعوض الاوتر كود بقى بتاع ال HDL وانت ماشي في الدم؟ ازاي بيجيب لي فوسفوليبيد عوض الاوتر كود؟ بقابل ال VLDL في الدم اللي هي مين اللي جواها وليتل كوليسترول استر، وانا بالعكس انا نظفت واتمليت كوليسترول استر. نعمل تبادل طبعا، هنعرف ازاي الدهون تتحرك كده بالكونسنتريشن جريدين. هنعرف بس باي كونسنتريشن جريدين انا عندي مين كتير؟ كوليسترول استر، اخد بداله ايه؟ تاج و وفوسفوليبيد. مش هو عنده فوسفوليبيد اكتر مني؟ مش انا باخد الفوسفوليبيد كوت؟ انا هاخد تاج. هنا بقى في كذا سؤال يتسال. اولا هل هتبوظ الاوتر كوت على الفي ال دي ال؟ لا، لان التاج كتير. واحده واحده. طيب يعني انت هتاخد منه فوسفوليبيد تعوض الكود بتاعك، ممكن الكود بتاعك هو اللي يبوظ. اصل الفي ال دي ال مش زي الاتش دي ال. الاتش دي ال صغيره وتكبر، مش انت صغيره وايه؟ وتكبر تتنفخ كوليسترول استر. لكن دي كانت كبيره وبتصغر الى اي دي ال وبتصغر الى ال دي ال اصغر واصغر. معلش هو ده بيحصل ايه بالظبط؟ انا في السيستميك سيركيليشن. يعني فين من الفيز دي؟ بعد ما الفيز دي بتخلص بعد ما بنعمل بعد ما انا اتنفخت كوليسترول استر ماشي، وانا اتش دي ال 2 مش بعد، وانا اتش دي ال 2. فهنا هو السؤال، الفوسفوليبيد كود بتاعك ده بزياده ليه؟ وانا لما صغر في ال دي ال اي دي ال ال دي ال انا كنت بصغر ايه؟ بفك ايه؟ التاج اللي جوه مش الفوسفوليبيد كود. يعني واحد من جوه بيخس الدهن، هدومه الخارجيه هتبقى واسعه تصغر؟ تصغرها يعني. ما هو الهدوم بتخس كمان، الهدوم بتبقى واسعه عليه.
لو واحد بيخس الدهن اللي جوه يبقى الهدوم هتبقى واسعه عليه عنده فوسفوليبيد كورد زياده. احنا كنا بنصغر في ال جي ازاي بنصغر التاج جوه نفكه باللايبيز يعني. فعندك فوسفوليبيد زياده مفيش مشكله. السؤال الثاني بقى يعني مش هتخلي بالفوسفوليبيد كود بتاع الفي ال جي اللي هي بتصغر بكش من جوه فعندها فوسفوليبيد كود بزياده، هل بتخلي بالوظيفه الاتش دي ال؟ هو الاتش دي ال وظيفتها توزع كوليسترول ولا تنظف؟ دي بتنظف الاتش دي ال من التيشو ومن الكور الثانيه كمان، دي المفروض تنظف مش توزع كوليسترول من التيشو ومن الكور الثانيه. لا مش هخلي بالوظيفه ليه؟ اولا انا بدي كميات قليله لان باخد فوسفوليبيد برده كميات قليله لان ده كوت ده قشره فانا عايز قليل قصاد قليل. ثانيا كوليسترول استر قليل اكتر من نصه رايح الليفر برده، مش كان نص الاي دي ال 50% بيرجع لليفر برده؟ مش كان في برده ال دي ال محتفظه بالايبو اي وراجع لليفر؟ يعني اكتر من نص برده رايح للايه؟ لليفر. فانا مش بخلي الوظيفه وما اكتر من نص رايح برده للايه؟ الليفر. وكده بعوض الكود بس ما فيش دهون تتحرك كده في فري في الدم ودهون بتكره الميه جوه ماسوره بروتين. اسم الماسوره كوليسترول استر ترانسبورت بروتين. اسمها ايه؟ او اسمها الثاني ايبو بروتين دي. والايبو بروتين دي او كوليسترول استر ترانسبورت بروتين اصلا اسوشيتد مع الاتش دي ال ولا اسوشيتد مع في ال دي ال؟ مين اشهر انه مليان ايبو بروتين؟ الاتش دي ال. مين اشهر مليان ايبو بروتينز؟ اتش دي ال. يبقى ده اصلا بتاع الاتش دي ال. اصلا بتاع مين؟ الاتش دي ال. يبقى الاتش دي ال حلوه بتنظف وتمنع الاثرو. عشان كده لما اروح المعمل الارقام اللي هقولها دلوقتي دي تحفظ. معلش هو الفي ال دي ال بيبقى فيها الكوليسترول بيبقى فيها اصلا بيكون فري صح؟ مش انا قلت كده برضه. هون في ال دي ال اهي يا عم استر لازم يبقى في نسبه فري بس الاغلبيه استر. ما اقدرش اقول نو فري، ما فيش حاجه اسمها نو، في برسنت بس اقل مني استر. لان الليفر بنى من الجلوكوز كوليسترول بس ولا فاتي اسيد بس ولا بنى الاثنين من الجلوكوز؟ فلاقي هنا كوليسترول استر الاغلبيه. الفاتي اسيد بيدينا استايل كوين من الجلوكوز، الكوليسترول بيدينا استايل جلوكوز، يبقى لازم البس اثنين في بعض كوليسترول استر. الاغلبيه كوليسترول ايه؟ استر. انا بقى